الخطاب يأتي في سياق يعني تعزيز وترسيخ يعني الخط المغربي الثابت، ألا وهو أن المغرب في الصحراء دياله والصحراء في المغرب دياله. ثم الخاصية ديال الخطاب يعني تكتسي واحد ميزتين، الميزة الأولى أنه يأتي قبيل يعني يعني الموائد المستديرة ما بين المغرب وما بين باقي الأطراف بناء على قرار ديال مجلس الأمن، وبالتالي فالميساج موجه للمنتظم الدولي وأنه أي نقاش لا يمكن أن يكون إلا حول الأجراء هذه الحكم الذاتي، خارجه ما كاينش نقاش، بغي يناقش مرحبا، ما بغاش يناقش أرض الله واسعة. الميساج الثاني أو الميزة الثانية وهو الاتحاد الأوروبي الذي يلعب على الحبلين، بالتالي يعني الخطاب الملكي كان واضح لحسم هذا النفاق الأوروبي، وهذا يأتي كما قلت يعني في إطار تكريس ذاك يعني الحزم المغربي بأنه لا تنازل ولا تساهل في التعامل مع الملف ديال الوحدة الترابية للمغرب.